برشا رجال توانسة فهمتي ولا لا يحبوا يطلقوا وما ينجموش يطلقوا، القانون ما يسمحلوش. مجلة الأحوال الشخصية والقضاة التوانسة الكل يخرجوا له كسيد بودلادة ويدفعوه في النفقة ويدفعوه في كذا وفي كذا. واحد كي باش يعرس بامرأة مطلقة يلزم يعرف الأسباب ويتحقق من الأسباب اللي من أجلها المرأة هذيك طلقت. وإذا كان هي الخيار، معناتها ليه هي الخيار أنها تطلق، يعني هي اللي طلقت. هني قلت لك الأسباب علاش، مو نسألوها نقولوا لها علاش طلقت. لربما السبب اللي طلقت من أجله سبب تافه يعني، وسبب ما يخليهاش تطلق، وسبب مش معقول باش تطلق من أجله. فهمتني؟ تقول لي المرأة حرة، لكن الحرية عندها ليميت. زاد مرأة تكون قاعدة تجي الراجل تكون حب نطلق لطاح لدزوه بلغتنا العامية بين ظفرين، وزاد مش معقول. ما علاش اسمه خيار الطلاق؟ اسمه خيار؟ أي كل حاجة فيها خيار. زاد أنا الخيار موجود في كل شيء، الخيار موجود في كل شيء في الدنيا. احنا في كل شيء الخيار موجود. زاد مش إنسان على خاطر هو عنده الخيار يعمل اللي يقول له مخه. أي إنسان ينجم يعمل حد شيء، كل حاجة اللي يحبها في الدنيا ينجم يعمل، لكن فما قيود، فما قوانين وضعية، فما قوانين ربانية قبل القوانين الوضعية إلى غير ذلك. علاش سمعت المرأة المطلقة تبدأ ماهيش باهية؟ سمعت المرأة المطلقة ماهيش باهية تو سامبلومون خاطر ديما يقولوا بما أنه المرأة هذيك طلقت، بما أنه فما أسباب خايبة جعلتها تطلق. فهمتني؟ هذا هو خاصة نحكيه على المرأة اللي هي اللي تطلب الطلاق. أي خاصة المرأة اللي تطلب الطلاق. علاش المرأة تطلب الطلاق؟ هني قلت لك نرجعوا للإجابة متاعي الأولانية. إذا الحياة ولات معناتها ما عادش ممكنة، وإذا الحياة استحالت فهمتني ولا لا، علاش لا باش ما تطلبش الطلاق؟ زادة مش وزادة من ناحية أخرى، مش لأي سبب المرأة تطلب طلاق. ترى عكسها أنت، ترى هل الراجل ينجم يطلب طلاق لأي سبب؟ ما هو القانون التونسي والمجلة الأحوال الشخصية والقضاة التونس الكل يخرجوا له كسيد بودلادة ويدفعوه في النفقة ويدفعوه في كذا وفي كذا وفي كذا وينجم يكون هو عنده الحق. ترى يقلب أنت، يقلب. هل في إمكان الراجل التونسي باش يطلق وقت اللي يحب يطلق؟ مش ممكن، القانون ما يسمحلوش. ويا برشا رجال توانسة فهمتي ولا لا يحبوا يطلقوا وما ينجموش يطلقوا. بارك الله فيك. عايشك لالا.